رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. باب الكفاءة والخيار. وعن كجرنا كتاب النكاح يا قيبي سكل الدوان هل كان شيخه قصة بندقة يا الكفاءة وحل إلى هذا كف مجرى تتكددا سكور سنكرين كجرا ما صباحان يا شقاهان لبضا حرفتا قفك مركا أوحيو تتكو مكوكل اللي ذيه نصبك يا بلا الشدة سمكوك لليذيه محاسة كفك شرعه اعتباريا وجره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كفر العرب بعضهم أكفاء بعض عربت مقريش النقضان أما كوكها النقضان بعضهم أكفاء بعض قارك وقاركك لكف قوية والموالي ددك عجمت وددك أن عربت أهين الموالي عجمتنا بعضهم أكفاء بعض إيغنا قارك وقاركك لكف هي كف قوية ويسكر سنكرا هل كان مركا وحكم قنيسة قف عربة إنو سن كور سنكرين كور عربي إنين كور سنكرين كالأو عجم ومط إنتي كسوحقه والعكس صحيح إلا حائكا يعني يجو قول يجا قولي ذو سجور سنكرا سلو كوضو حديثك واركتونا إلا حائكا نن بركا سمايا مؤبي أو حجاما أما توبين أم مؤبي بمعنى وحويان ذاتك حتى قيبتك قولي ذو سلسيا هو أن عربت أهين نفتولو قفكا مركا كشقي يا قفكا شقوين كهوصها ياي مقور سنكرا بلاي قفكا كلا قفكا حجامكا وطوبينكا تدكا طوبا شقدا وشقا دنيا هو ليدتا سيدا استرتي سوني مقور سنكرا بلاي هي قفكي يعني سو شقدا يدا هي وحبضا بسيتري ينفوق هذا او اي كميتي تاجر كبنتو تاجر بيقولي هين يودنك تاجر كي وغلاي نينكلا وكاني مكور سنكرو نينكي عالم كا قبضو غلاي نينكلا وكادي مركا كل مركا ليسكو قروريو حديث كاني وموضوع بل ضعيف حتى وصير ضعفي موضوع ويوحن جرنوي وانا كيف بي افتراء رسولك الله بان أبورتي صلى الله عليه وآله وسلم وحجرنا ما تيسكو هذا موضوع يهي لما أرانك روى حديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلا إذا هو هذا البيان هو لغا السمين نمان با السمين لغا يابين عربيين إنا إماركتين وما داك السريسيان ربي با السمين وكل حضر حديث حديث ما طيب وحنا أركضونا وحا لأقول يهي وصيدة هذا بالي إذا كفكم حو يهي إساقا إنو شيكتون. طيب وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع سون وضعيف وعن فاطمة بنت قيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له بكيري أنكحي قرسو أسامة أسامة بن زيد ويلك قرسو لبدا حديث أسوص وضبه بكر الدين يا ابن حجر لبدا بحديث كاغر ولوصفه الشيغان ومن حق النصب كولها العرب بعضهم أكفاء بعض تدك وكلا ساري بوحديث أسامة ورقور الدين يايو عرب إيا عرب الآن تدك مكان علي تاس ملك وحيك وتسينيسا أسامة بن زيد وحيوها أدون ويدي نفتر وحيها إيد أم حبشية وقال يا حبشية كسو جيدة ويدي أدون سومرتين مركا وحو قرسلي يعني وفاق دمى بنت قيس او قبض قبر قريش ايو لي قرس مركا سوماها
si toos ayuu maaratay uga hor imaanaya waa xadiis imaam muslim iyo geyrku soo saara. Tayib, qisaduna waxay ahayd laba nin baa gabadha ayaa soo doonay oo kala tashatay rasuulka sallallahu calayhi wa alihi wasallam. Laba nin baa shukaansaday oo mid walba guur buu ka rabay. Marka rasuulka u timid sallallahu calayhi wasallam, ya rasuulallah, labadaas nin keen rabaa keen guursadaa bay tahay. Marka ma uusanba rasuulku labadii kala talinin, wuxuu yihi labadaba iska daayo guurso ninka la yidhaahdo Usaama, saa kaaga fiican. Sababtuna wuu dhilay, wuxuu yihi midkood dumarka wuu dilaa nin dil badan, marka agtiisa ha mari. Midka kalena waa sacluuq, waa cayr weyn, shilina ma haysto. Marka labadaba iska daayo Usaama guurso, Qurayshina waa Usaama nin madow buu ahaa. Marka waxay tidhi aad baan markii hore u dhibsaday, laakiin waagii dambe ayaa waxaan ogaaday dardaaranka rasuulka sallallahu calayhi waalihi wasallam iyo fawaaida ku jirtay wayna ku barakowday. Xadiidkaasi marka wuxuu raddi u yahay inuusan kala jirin wax la yidhaahdo nasab ahaan, dadku hadday muslimiin yihiin inayna ku kala sarraynin. Tayib, wacan abi hurayrata radiallahu canhu ana nabiya sallallahu calayhi waalihi wasallam قال رسولك يقول يا بني بياضة يا بني بياضة أنكحوا أقورية أبا هند نيك الإله وأنكحوا إليه كلب قرسلة هو كان حجاما بنا نكاس توب الله قالوا في رسول حديث كنا وإسونا رواه أبو داود حاكم باب ريسان جيدة شيخ الألباني الصغير الجامعي وكسحيحي وصحيح مك حديثه kana wuxuu raddi u yahay wax la yiraahdo wadiifo iyo shaqo dadku kuma kala sarreeya. Xajaabku waa toobin la soo ma waxii shaqo oo dhan qofkii hayaay waxba kuma kala sarreeya. Ninkani waa taajir, iyo kani waa buur, waa faqiir, iyo kani waa maruu kabuu ka shaqeeyaa, iyo kani birtu tumaa, iyo kani waxaasi waa shaqo iyo xirfadu, bal waxaa la odhan karaa waa xirfad lagu dheer yahay. Adu adaa aqoon caruurtaadu markay gaajo kula baqbaqtinayaan ninkani shaqu haystaayo shaqaysanaya isagoo ilmihiis ama kabaha tolo ama birtaha maarata ha sameeye, marka wadiifo iyo shaqana dadku kuma kala sarreeya oo iyadana taasi ma noqon karto wax lagu kala saaro. Tayib, isaguna raddi wuxuu yahay xadiidkii wara qaybtii ahayd oo xajaama toobinlihii buu isaguna raddinaya. طيب ما كان لبدي بس ده سوف ندي حديث كورا ده بقى موضوع عن جرين وكذبية لبدا حديثنا هو صحيح ما كده تكون نصب هي الشقو لبدا وكما كان سرعي عمود. طيب وعن عائشة رضي الله عنها قال واحد خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. خيرت ولا الدورمات كريي بريرة قبل الانباب وقوها الكفاءة والخيام intaas u ciwaan ku ah kafa, yani kufki iyo khiyaar oo ah inuu qofku khiyaar yeelan karo. Haddii waxyaabaha qaar la arko khiyaar baa kuu sugnaanaya. Ninkaaga maraad ka tegi kartaa ma jirta, maxaaskaaga maray kaa tegi kartaa ama aduu maraad ka tegi karto nafteeda, labada dhinacba khiyaarku uu ka sugay. Tayib, khuyirat bariiratu baa la khiyaar geliyey, joys baa la siiyey على زوجها من كذا هنا اعتقد مكة حرودي متفق عليه في حديث طويل. قصدنا وحي هي بريرة هي ننك قبابا لوضبا أدوما يا هاي. طيب سلا يا هايين أي بريرة وي حرودي وي حرودي لقلق يبقات عائشة رضي الله عنها ورضاها أبا قلق يبقات والعقد كبحسي مكة وي حرودي. markii xorowday ayay waxay daamar haday xorowday gabadhii xor waa khiyaar buu sharcigu u sugay. Gabadh xor ah inaad doono ma qabi kara xor baa taali, ama la joog ninkaaga hadaa rabto, hadaa rabtada khiyaar balowsina waad ka fasaqan kartaa, waa lagaa kale waa lagaa diraa. Tayib, marka waxay jeclaatay inay iskaga tagto isaguna aad buu u jeclaa ninkeeda oo ka daba socon jiray oo magaaladaas u daba ooy jiray aad iyo aad maaragtay buu u daba socon jiray. Marka iyaduna waxay dooratay mar hadday xor tahay inay iskaga tagto
خيرت بريرة على زوجها وقصة بيروية حين عتق. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا مركز زوج كيد وحوها أعطون وقصي وقصي عدين ينوي حرودي يسوون أعطون أن زوجها كان عبدا. وفي رواية أنها كان حرا رواية لو حيل هذا الحرب والأول أثبت تهرأ أي سجن أو ما هي حرة أطوم بواه سيدا استرتد بجوارد الخيار أي غير. إذن أحاديثنا وحنكق علينا هنا يدل الحديث على عدم اعتبار الكفاءة لا في النصب ولا في المهن مركع يوح ليلة دو لما فيرنا يو الكفاءة يبل هبل كف بويه حق النصب كيو حاجة شقلت هنا وفيرين مايو وتدل النصوص وحكة السنة على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق وهذا هو صحيح. يعني وحكة السنة وحا لفيرين يو كفاءة والدين تأي أخلاق لو هذا ساكف لك كفوكا دين تأي أخلاق. طيب تصالى حديث رسولك إذا جاءكم من ترضون الدين وخلقه فزوجوه عليه هدوء ديني ما ترقي مرقلة فيرنا نبا قبل كاسوطون من قواريري هبال يأيو يهي آبا يأيو يهي أضياشو حكا بالله يأن آبا يأو يأني كورت سأشو غور رساوة متى مركتا انت هدوء ديني وحاتر هذا نيكو مسلم ايه ولبقى عرهان عرين تاس آدو حقو حبون تذكى ودمدها كالبيت كجوغا ودمدها انك مسلمين تلقسوا التقايم إن واحد بلن 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 ده لقى تفصله طلعت لو سمعي أو لقين باللابتوب في هذا الرياضي مشرتي وين يقول في عنائي وين غير هبل هاي دون قرنين أسكح المانتو وقت هذا قبر هذا ده كوت ما ده أبو قبر من إيجوري أبو مسلم ماي سواش ويدي. طيب هذا الناس سواش على بعض ويدي سوى حوي أبو سوي أخلاق ليس كور qof jidid ka taagan ba mamlayso qashinka ku dhac jira miyaa misawaanin ahlu diin inta la raadinayo waxa weeye multasim ahlu diin akhlaaqan oo waxa dad ceeb lagu sheegay haga diinaha lagu dheceebayna dadku markii la sheego makiiba aan la dhahaynin nin ummadiisa ku jira labada sifo haddii lagu sheego gabadha si ninka uu diin رسول قحول صلى الله عليه وآله وسلم يرعي عداد أديته وإلا عداد سيموينا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وفساد كبير وحادي عدونا لباتوي فتنة وين بعد عدونا فتنتا قيبة كميدة أي آد روح الصيوب هذا واحد كميدة تعلاركتين وهو بضم قبلها مركنين كاللو أديده iskara aan qarkood ba ilmo iska dha qarkood ba marta adoo indhaha u sheeyeen meel kale wadaad kale ku meeriya markad wax badan ba ka iimaanay gabadhaadi oo aba lagu ugu haynin oo ninkii u tagtay oo waa qodob waxyaabaha kale oo iyaduna ee la arkay xaqiiqda jirta waxaa ka mid ah tusaale gabadho nin bay jeceshaga u diiday nin kale aad u guurisay kaba soo qaadinay deekaaba iyo shaqo uu ixtiraantay ku kala duubisa laakiin waligeed jacaylkeeda iyo qalbigeedu ninkii buu la jiraa hada rajul ninkan kale aad guriga ugu keentay ay la mid tahay jahiima yani cadaab ay ku jirto ay u aragtay iskala nooshaa laakiin waad garan marisay wixii ay jacaylayd iyo qalbigeedu waxa kaloo imaanaya nin kale inuu isagana uu xaa gabadhaas muslimad aha oo ahlu diinka oo ninkaa kala qabaay uu jecel yahay oo isjecel yihiin oo labadanba isma jecla labadaa kala si waana la qabaa oo biduuni sifo gayr sharciya bayd markaa ku imaanaysa waxaan sax ahayn in reer nin qabo gabadh nin qabaa inuu ninkaa jacaylkiisi uu ku jiro weli waxaa laga yaabaa turuq ملتوي أو قلوا عنه كليدي ولي كسي حليل أيام وددك أيس على أي مارة ولي أيس كل شيء سعلا مركا وحياب مارة هذا مارة الآن ودريم يسو نبى مالن إيمد
marka xaas baa la socotay marka wuxuu yidhi xaaskan waa xaaskaygii wuxuu yidhi iyada oo 14 jir ah ayaan jeclaa iyadoo 10 carruuroo dhashay bay ii soo noqotay yacni 10 ciyaal markay ninka u soo dhashay ayay kadib iyagii iskuursadeen waa dareemaysaa wax isku xulmid in la isu diidayna walacala suuragal ah oo dadkaas dad la isu diiday ay ahaayeen inay suurgabi weyday sabab min alasbaab unbaa kala dhahayaa lakiin waxaad dareemaysaa intaa isku xidhnaayeen qalbigooda intuu isku xidhnaa baad dareemaysaa طيب مركز سيدة رسول رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحل فيرني وأخلاق ذي الدين قبرنا لنا عيدنا كي رسول كلها يدنا وحلو يقول سيدة تنكح المرأة لأربع مركو تريي لجمالها ولحسبها ولمالها قروح ذي يو شرفتك قويس كيدي يدو عيلاتها يو ماركتي مال كيد انت من رب وقرع ma aha in lagu dirayo lagu leeyahay sababta ku aad laakiin waxaa weeye sababaha loo guursado oo ragu dumarka u raacaan waa ka mid walidiinihaa buu ku dara rasuulku wuxuuna yidhi fadfar bidaati diini tarbadiha war hooy midda diinta la qaado afartaa la sheegay diin ku raaca amatun sawdaa gabar adoon ah oo madow ayaa waxay kaaga fiicanta oo daatu diinin oo diin leh baa waxay ka fiicantaha imra'atun baydaa jamiila mid cad oo qurxan waxaa ka fiican qof madow oo ahlu diin abaa kaaga fiican marka fadfar bidaati diin tarbadiida midda diinta la raac dad garab martaanna kelimadaasi ducaau calayhi baa la yidhahda oo habaar baa ku jir tarbad yadaag yani gacmaha hara dhacan yani waa kelima oo laysku habaaray yani marka aad garab marin wey samee midda ahludiinka aqaa ayib kafaada kuwaasaa laga fiiriya inaguna hadda qayb weyn baan kulena haddanahay dadkan soomaalida ah waad aragtay ummaddii sida loo kala takooray sida qaar loo liiday sida magacyo loogu bixinaa sida guur iyo guur la-aan manmaarta agtooda loo maray sida iska dhaaf cuntadoodii iyo wax ku darsigoodii ba marka qaarkood iyo weelashoodii iyo waxaas waa marka cudur aynu iska dhaadhicinay way dadku iska dhaadhiciyeen u baahan in laga hortago oo lala dagaalamo runtii wax u baahan wasaxa can ibnu cabaasin cinda albukhaariya anahu kana cabdan can daxaaki ibnu fayruus addaylami radi allahu canhu an addaylamiya can abiihi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qultu waxaan waa daylami daxaak faris oo dhulka wadanka faris buu ka yimaaday dhulka yaman buu markaa ay xukumi jireen waa nimankii xukumi jiray xilligaa can abiihi qaala wuxuu qultu waxaan yaa rasuul allahi yow innii aslamtu waan islaamay wataxtii ukhtaani waxaana i hoos joogo bimana waxaan qabaa laba gabdhood oo walaala فقال وكيري رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت مد أغرب توفر رواه أحمد والأربعة للنساء وسبع بن حبان والدارقطني والبيهقي وعلم البخاري ولكن شيخ الألباني صحيح أبي الداود غير كيب وكسع حديث صحيح وحكوم قنيا حديث كان ضمن عن راعين كاسوح وقبيل وقب روض ولا كان قد ضمبيا عن سالم عن أبيه وحال قوري أن غيلان ابن سلم أن اللي أرنجر غيلان ابن سلم أسلم هو إسلامي وله عشر نسوة طبان دمرا نوقع طبان دمرا أيوه تيوقع فأسلمنا معه وإلا إسلامين طبان كيب ويصور رعبين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم رسولك هو أمري أن يتخير إنه دورت منهن أربعا أفر إنه كدورت أفر كلب حبالي رواه أحمد والترمذي وصاحب بن حبان والحاكم وعلو البخاري وهو زرعة وأبو حاتم ولكن شيخ الألباني سبب الإرواء الغليل يا غير كي بوكس حقي حديث وصحيح الإرواء طيب
labada xadiis marka waxa kaaga muuqan dadka jaahili haday yihiin oo diin ayna lahayn dhibaatada ay leeyihiin dayna dadku ahlu diin ahayn dhibka imaanay sida bahaaimtii xoolaha loo dhaqmo xoolaha sidooda oo kale bay dadku isaga dhaqmaya laba gabdhood oo walaala ah nin xaas ayuu yihiin afar dumar ah ee waxaana dhihina toban dumar ah nin wata oo xaas ay u yihiin sharcigu haddii dadkaasoo kale yimaadaan waxyaaba aad loo ilaaliyey baa jiroon arki doonno oo dadkaa maxay isku hadday dad soo islaamaan u fiirso soo islaama laba ruux baa isla soo islaama reerba maanta inoo yimid inaya xaaskiisa dabcan dadkaas waxay ahaayeen in aanu diinka ahayn waxay isku qabaan ilaahay ogaa ma isguursadeen ma la meheriye ma fulaan warkaa dhan lama gelin laba ruux hadday soo islaamaan meherkoodin baa u jira meherkoodii baa u jira sida ay ahaayeen baa lagu daynaya kaale haddaan idin meherina la odhan maaha ilmahoodu waa sida waxaa la ilaalinayaa sharcigu wax badan 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 baa la ilaaliyaayo zinada waxaa la yidhaahday iyo xumaanta iyo faaxashada albaabadeeda dhan waa la xiraa si aan loo aadin caruurtan haddaan haddan idhahna isukiin meerino ilmihii hore muxuu ahaa baa su-aashu ka bilaabanaysa ilmihii hore maa aabbala-aan weeye sooba yaa la dhihi marka waddadaaba la furi maayo gabadhan maxay kula nooleed ninka zina mi kula nooleed baan dhahna saa waddadaa loo furin labada ruux oo asqaba ninkan waxaa lagu yidhi afar ka dooro afar buu doortay lixdii kale iska tagan baa leh horta iska dhaqaajiyeen afartaadna ha lagu meheriye kaale lama odhan weligii fi taariikh lama sheegin baa rasuulku inuu dib u meheriyey reer soo islaam marka dadku haddayna diin celinaynin waa bahaamintaas oo kale iska nool hadda adduunka waqtigan aan joogno intanaan sheegayna way ka jiraan wa walaalo abaa la tabaa waa dhexdeera gobolka yuuta ayaan mar xusuustaa dhowr sano ka hor maraan arkay clip nin afar dumara buu qabay yuuta afar dumara waa laga guursan karaa oo uu ogol yahay nidaamkooda marka ninku waa dadkan dee aan muslim ma ah gaal abuu ahaa afar dumara buu qabaa afarta dumarka waxaa ku jira laba gabdhooda walaalaha waa ku jira hal guri bay wada degan yihiin lasoo marbaa laga sameeyey barnaamij yani waa reer dhan family dhan waxaan malayn 19 miya ciyaalkiisu meelahaas ahay hal mara cuntada loo soo dareeraa hal mara baa la kala hal mar baa meel isu wada imaanaya iskuulkiiba waa afar dumar laba gabdhooda walaalaha ku jira oo labadaba isaga hoos joog dumarkan tirada badanna way haystaan ummado badan baa haysta nin waxaan xusuustaa suudaan joogi jiray waa aan joogay oo qolyahan junuubka koonfurta ah joon garan qoladiisa ah oo u malaynayaa in 80 dumara buu yuu haystay 80 baa u joogay xoolaha waxay u raacaan beeraha u falan ayaa baana tiraa seebe reer u yihiin wallaahi aclam reer baynu iska dhiganin baa suuragal ah kulligood way u joogaan sidaasuu sida xoolaha hadda u dhex maraa marka beertay falaan waa u shaqeeyaan isagaa u xaraysan yihiin isagaa iskale marka haddaan diini jirin waa maaragtay waa sidaas sida xoolaha un wey dadku bahaaimta bal ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaana inay bahaaimta iyo xoolaha kasii liitaa alla yaabin marka dhaqankooda iyagaa ka liitaa ayib وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحو عليه ابنته زينب كبرت زينب على ابي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا ابي العاص بن الربيع رسولك صلى الله عليه وسلم وحو ابي العاص قبي زينب وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم gabadhii ugu weyneyd ahayd ayuu qabay marka markii kufriga gaalnimada ayuu ku dambeeyey ku haray gabadhiina way islaamtay rasuulkaa ka codsaday sala allahu alay wasalam uu ii soo dir ilaa waa la soo kala hijrooday gabadha ii soo dir wuu soo diray
من هذه الأخلاقية قفي عم بوهاي الرسول كان تعامل في عم بيلهاي صلى الله عليه وسلم أب ونو كل سوني هاي بوها مرك الجواد هو يتمين هو يجوكتي مد إلى ليه سنة بيلا جوكتي مدين ننكي با يمد ولبا عيدا دقال دعيبا لو سوقف فعلا ولو سوقف صلى مركي لسوقفتي أي رسول كو حال فرني فدية لبعينة فدية يعني وحاويان يا قفكم كب ملح فرش وعين لقديم مركا وحيابها لديمي وحاكم مدى هايد مركي يمد لوصو شغي زين بي رسول كي لرنكي بالله يا أبو العاسا يودي رسول بصدقوا وحاكم ماشو كحريسين وحي زين بو حيتيري كوشي دي تدقوا ضد قرابنا وياهاين حمان كلا دي مركا مرح مرين مركا وحي تيري كوشي دي الله وفرتو كوشنا وحي هي كوشي خديجة رضي الله عنها وارضاها بين كي قلبيني سيقبر دي زينب بوحي كوشي دي بي مركا كوشي خديجة وقبر دي لقو قلبي ايه تيري هلا وصوفرتو وأقول قالي ودي العق جوكت هلا وصوفر رسول صلى الله عليه وسلم ووجل عارنت وحيلي أسود داية دا أسود ديسان بكلة تليي كوشانا قبر دور علي محكوين بتاعتين تلذي كوشينا ولو علي سجينا ولا صوفة صحي مركي لصوفة صحينا سجينا صو إسلام وإسلام كي قاتي قبر ديسون بلو حري سينا ولم يحدث نكاح نكاحنا اللهم صمين انطب لذلك أبا وحى لي ريح الدين مركا أي جبرد كالصوهر إسلام تنينك وسونا كقدم بي وأين قورنا سمعين وصدا وقد بي ماتوا عددهم بيوليكو جرتا مركا وحى اللوو علينيا بالنكاح الأول نكاح يهرون باللوو علينيا نكاح قصب لكيني ما طيب رواه الترمذي عن عمر بن شعيب وحل يوري عن نبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص وعليه بالنكاح جديد حديث كان موحول النكاح السبع لسميه ترمذي وولي حديث ابن عباس مرك أجود إسنادا حديث كابن عباس بسند كغفيعا والعمل على حديث عمر بن شعيب تدقنا انت بضان كان تنبوي كل رقمان فقه هذا قار أي قاعتين وهدي قفصو إسلام دي إن لو مهرية مركز ذنبه لكن حديث كسنة لها هو منكر قالب منكر الإرواء بو شيخ الألباني قاعتين مركز منكر وحلا قاعتما مركز محاسحة كان يمجري كاورون بأجرة إنه النكاح بسبعان روصة مينين أي أجر وعن عباس رضي الله عنهما قال وحولي أسلمت امرأة هويني باسو إسلام تي فتزوج دوي قرستي فجاء وحي من زوجها ننكاذي هره فقال وقال يا رسول الله إني كنت وحانا أسلمت من إسلامي بعدها وعلمت بإسلامي إسلام لماذا إذن ويقوين فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وكسار وكقاضي من زوجها الآخر ننكي دبوئي قرستي بنت كسوت بحيي وردها إلى زوجها الأول كيهر أولي حديثك لكن أحمد أبو داود بن ماجه وريسة عوين المحباء والحاكم لكن وضعيف شيخ الألباني ضعيف أبو داود أي كو ضعيف معنى هنا واسكسو قي هاي ومعنى ربما وحاوي صحيح أو هدي ديميشن دوت باتارلا مركا هذا كان فيري معها إنو نقرد دودي ولا قوارد دي ولا قرسي مكا دودي وفيري وان إسلام إسلام نماذا إنه وي مركا هدي سلسو إسلامين نكاح ودي بقو تريبا حيد معنى لكن حديث كو بوا ضعيف وعن زيد بن كعب بن حجرة عن أبيه قال وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوح القرسة العالية ومن بني غفار غير بني غفار يقول داس وكان لغتيب القرسة فلما دخل عليه مركب أصوة تمد وضعت في ووضع ثيابها أي درك إسكردكتي براء وقع أركيب بكشعها كل ذي ذبو بياضا عدين فرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وقول ألبسي ثيابك لركاك اسكاقاض وألحقي بأهلك ريركاكين أغطم
وأمر لها بالصداق صداق له هو أمره ميركا جينا قال بقول هلا سيك ولا ميركيد اسكبه رواه الحاكم في سناده جميل بن زيد بكتره مجهول واختلف عليه وفي شيخه اختلافا كثيرا مرحوا ضعيف جدا كانه ضعيف وحجرا مع سوى لكن وحوهن النص غياء معنه وصحيح حديث هو ضعيف هي قصدا لكن معناها وصح حديث النص صوتها معنيه سكيني دونا أو باب قيبت الدنبوها والخيار خيارك وحيابها أي كسر نار أو جوزك وخيارك وإنه روح جوز لرضا قف متكون ربها النقضي حديث النص صوتها دورك ونبع رنتها ونبكى الله خيار وجره إلى لح شيء أي خيار الله قال إنك خيار قام فسخ إن لك الفروه خيار كلا كلا تروه وحكم إذا مركع عذر كم برسك أبا كم إلهي نجبت بادية هذو برسك على وضعه مد كوكونا أبا والله كلا فسقنا يا والله كلا فسقنا يا مجالد أن جون وعيوس ومرتي مراهم لي بفوين وبلاهم اللي جو كبر إن كذي وصف تكتي إنه نركز كنا في برسكا كيف سقطي مركا أدي وله قوة شرعية جويس بيجبر أولى هذا هي إني كيف وصف يعني لما أورنا يو إلا أولى إن كان هو كبير هاي هو ك ماركتي عنده بسيا يقول بسيا يحكتك كمتي كرت الشرعي ما ليه ما هل هي شرعية جويس بسيا حرباتها قول يا قارن وحيليين دي وين انت وطقت مركا مقصد وين سي شرعي او فسخته اما يدا بسكا فسخانيسا ودايسا دي وحنا دام قوار كدقا جنيسا لكن وعن سحسن ان للقم هذا وما ركتي عرنت ايدا لغا فسخو قبلنا سي ما اينا ما اينا شرعيين وقرنين وحيبو سيني سكرنا قا جنيسو لكن وحا عباها انتا ان لغا فسخو صفر رسمي لغة فسقه أي أيوة بعد طيب وعن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحي أيما رجل ننكسته أما ننكيكوه تزوج كورسد امرأة هويني ننكسته هويني كورسد فدخل بها لأق القرى وفوجدها هلا برصاء يضو برصله أو مجنونة أم يضع والا أو مجذومة أم عذرك الجدان كاللي لا ذبا حيا فلها الصداق وحيا لنقبرها سمهر كيدي بمسيسه إياها قلمضي وقوق الموضي تهبشدي يعني وقوق الموضي مركا مهركي وبيبيا وهو له إسونا مهركي وحكوليه على من غره منها روحي ككذي ولدي يقول له قريه وعبه هذه يددك إساقنا قريه بي إيادنا كلها ميسونا كلها أخرجه سعيد بن منصور ومالك بن أبي الشيبة ورجال الثقات مركوا ضعيف حديث كان إروابه شيخ الألباني كسحي لكن بعض العلماء حديث كأو أحاديث تأيونا آد ويصحيحيا حديث كان صحيح بيه لأذن معناها نرتوى الصحيح ومعنوه دواء وغرض الوكرة في الصقضو دور الرمضي الله ليح الشيب على الشيقة وحديث كان يصدح كميرا هو الشيقة براسكا يا والدة يا جدان وحالك على مدى عذر ركستو عذر ردد دين ووين او ماركتي قفك اوسن وجوه كرين يعني على قلب اوسن روح السين كرين يغنى وحيابا وفى الصقضة بي كميرا نقنية طيب حديث كان علماء أصنع ويسحيين معناها نواب صحيح طيب أخرجه سعيد منصور ومالك بن أبي شيبة ورجال الثقات مركز الثقات كأو يريد شيخ بن حجر بعلماء الحجية وروى سعيد أيضا وحوري عن علي رضي الله عنه وزاد وحزياذي وبها قرن هذه كبدا أي كسب قرن كوحل إلى جيس بالعلنج إلى جيس لاسنا معنى هذا هو يقرن وهديو كيما دال قرن شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع الوطء بالي هذا وشيء
wax farjiga dumarka ka soo baxay oo sidii maaragtay wax birti oo kale ahoo mindidi oo kale ahoon suuro gelaynin inuu ninku jamaac ku sameeyo oo ama gees bay dhihi jireen culimmadu, yani wuxuu rabbaba ha noqdo wax intuu farjigii ka soo baxo aynan ninka u suurogelaynin meesha inuu jamaac ka yimaado. Haddii masaladaasi timaado dee waa la kala soconaya, iyadana waa la kala fasaxan karaa, waayo ninkii xor buu yahay. طيب وهكذا كلام مرك فزوجها بالخيار بوي هدي قرن كاس كي ما دقيس كاس فزوجها بالخيار خيار بولي فإن مصا هدو تعبتي هدو جماع وسكودي وسمية فلها المهر وبيلادة بمستحلة من فرجها ويبي فرج كذا كوح على شد سببته حسيو إيه مرك مرك استون لنا الصداقة على بعض الصداقة dadka de khiyaarta ana ama hawgal mudamayn hawgal boonda iska dhiibaan oo wax weyn ma qofku way fiican tahay khuluqa fiican la iska sameeyo, laakiin sharciyan hadii la yiraahdo wuxuu ku sugnaanayaa inuu galmada ilaa wixii waa lagu qariyay, laakiin hadii lagu qariyo nafteeda hadday gabadhiiba ka soo qaado ay xanuunsanayd oo laakiin galma ay dhacdo oo lagu qariyay oo aad rabto xanuunka aan sheegayna dee waa xanuunnadan sharcigu ictibaariya waaweyn hadda sheegay baras iyo wixii lamid ahaa baan ka hadlaya oo lagu qariyey markaa oo laakiin jimaacuna uu si uun u dhacay waa inaad siiso meherkeedii sababtoo ah farjigeedii baad ayaad xalaashantay. Marka wuxuu sadaaqo ku sugnaanayaa galmada aad samayso, marka waa in la bixiyo. Tayib wacan ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال وحر قضى به عمر وعمر وكلا حكمي. طيب wuxuu ku xukumay fil cinniini cinniinkii an yuajala in la sugo sanatan warijaalu thiqaat. Cinniinka waxaa la yidhaahdaa inuu ninka jimaac samayn kari waayo, waad aragteen dad badan waa laga soo sheegtaa oo dee xubinkii taranka uu kici waayo, oo sidaa cinniinku xubinkii tarankii ragga hadduu kici waayo intishaar waxaa la yidhahdaa uu samayn waayo, dee jimaacna ma samayn karo. Marka cumar wuxuu xukumaa la yidhi one year in la sugo ninka ogaa wadaadada ah loo geeyo dabiga iyo yaqaane geedaha iyo dadkasi sooma inanbahada dadka geedaha cabsiiyey. Marka qolyaha geedaha cabsiiyey iyo wax loo geeyo dhakhaatiirtaba ha loo geeyo, ha la soo dawadawayo one year ha la sugo janis ha la siiyo, waxna waa cudur waxaa laga yaabaa inuu ka baxo. Marka cumar saasuu ku kala xukumay, laakiin one year kadib maxaa ka dambeeya? Hadday hawshii u socon weydo u kici weydo ha laga dira gabadha, khiyaar ku leeyahay hala socodsi. Waa dhexdeer ahayd Yaman waxaa ka dhacay, waad arkaysa dad badan miidiyaha way ku arkeen, nin intuu xaaskiisii isbitaalka keenay gabar xijaaban oo niqaaban boorsadeedii wadata dumar ah gacanta haysata isbitaalka soo gashay way xanuunsanayd. Markii isbitaalkii la daweeyey oo dhakhtarkii la geeyey qalliin lagu sameeyey gabadhii nin ayay isu bedeshay, oo qalliinkii marka la sameeyey ay dhakhaatiirtii iyo dad waa dad muslimiina maaha waxyaabaha haddaan kama hadlayo khaniisnimadii iyo qashinkee la sameeyey qof isbedelay waa qof Ilaahay bedelay oo aaladii ragga lahayd oo tii kale ay qarsoonto oo tii ragga loo soo saaray qalliinkii markii lagu sameeyey, oo iyadoo nin oo cimaamad qabta kasoo baxday isbitaalka ku fiirsateen qisada laba nin oo maaragtay ragay kasoo baxeen isbitaalkii oo isku wadacay albaabkii isbitaalka isku macsalaameeyeen halkaasaa lagu kala diray. Marka way dhici kartaa dadku inuu Ilaahay u sameeyey waxyaabahan la yidhaahdo khunsa oo kale oo qof labadii aalaba lahaa oo maaragtay sidaas inuu dhinac u badan yahay inuusan dhinacba u badnayn haddii qalliin lagu sameeyo inuu mid noqdo uu mid yahay. Marka iyaduna waa waxyaabaha dhacay bay ka mid tahay. Insha allah tacala halkaasa maanta ku joojinaynaa usharatu nisaa sala allahuma wasalam ala nisaa majmuciin.